فكرة أربعة أشقاء وطلبة جامعيين انطلقت من موقع التواصل الاجتماعي لتصبح الفكرة حقيقة، حيث قرروا دخول عالم صناعة الحلويات التقليدية وفي مقدمتها ما يعرف بالزلابية. احنا إخوة عباسي أشقاء جامعيين، ما سنيناش يعني ما نصب عامل في الاختصاص تاعنا، وتعلمنا الحرفة هذه وطورناها. نخدموا كل أنواع المكسرات، نخدموا زلابية باللوز بالجوز بالنوازات بالزقوقي بالشيكولا بالنيتيلا. درنا صفحة على الفيسبوك حلي باش تولي زلابية، من ثم تعرفنا وتشهرنا، يعيطونا يكوموندي ولي كوموند من كل الولايات. اختار الأشقاء لمحلهم شعارا حلي باش تولي، ولا يخلو أي بيت في خنشلة إلا ويقتني حلوياتهم التي أصبحت معروفة. زلابية ربي بارك ما شاء الله، النظافة، المعاملة، اللي عنده يدي اللي ما عندهش يدي. جينا اليوم الإخوة عباسي نديو زلابية ما شاء الله، نظافة ومعاملة وكل شيء، وتما ما عناش دي كليون جدد مدة 4 سنين احنا نشريو عليه ماذا، والمكان كل رمضان نجيو لهنا نديو زلابية. ممتاز بالنظافة والأنواع الزلابية نتاعو ما شاء الله، يعني من قوة المكسرات والأنواع، وما راكم تشوفوا معنا فيها جميع الأنواع. بالنسبة للمحل تاعنا مقصود ومعروف، نتعاملوا مع الزبائن، احنا نسترزقوا منه ونعاونوا الجمعيات الخيرية وديار الرحمة. الأشقاء أيضا قاموا بمبادرة فريدة من نوعها، فليس كل ما يتم تحضيره من الزلابية يباع، فللجمعيات الخيرية أيضا نصيب منها.